تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كتابا من السيد روبرت جودمان وذلك على هامش حضور جلالته مهرجان رويال وينزور الملكية الدولي للفروسية وهو عبارة عن كتاب يوثق مسيرة عشرين عام من تولي جلالته مقاليد الحكم وقد أثنى جلالة الملك المفدى على الجهد الطيب الذي بذله الكاتب في إعداد هذا المؤلف منوها بما من معلومات هامه ومتمنيه للكاتب دوام التوفيق والنجاح